وننتقل بقى لحاجة تانية. هو ما حدث أعتقد الأسبوع تقريبا، احنا كنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات ولكن عن قضية تجديد، هل الكابتن أحمد فتحي هيجدد ولا لا، ولكن لجنة الكرة أو لجنة التخطيط كان لها توصيات أو قرارات. بس أحمد، أفضل ما في النادي الأهلي فيما يخص التعامل مع كابتن أحمد فتحي هو مبدأ الشفافية. كتير جدا من الناس كانت بتندهش لفكرة ان النادي الاهلي نزل بيان، النادي الاهلي اعلن قبلها عن اول الاعلان بتاعه اتكلم فكرة عدم وصول لجلسة ما بين كابتن احمد فتحي والنادي، ثم تبع ذلك فكرة ان النادي الاهلي اعلن موعد محدد للجلسة، كابتن احمد فتحي تواجد، ثم النادي الاهلي خرج بيان كان غريب بالنسبه لبعض فكره ال 48 ساعه، ثم البيان الختامي اللي اتقال فيه الاهلي يتمنى التوفيق لاحمد فتحي. الفكره هنا في ان النادي الاهلي تعامل بخطوه سابق فيها. اللاعب له قراره وهو حر فيه، ولكن النادي الاهلي له جماهيره. مجلس إدارة النادي الأهلي بيحسب من جماهيره على فكرة نجاحه أو عدم نجاحه في التجديد للاعبين. النادي الأهلي في اشتراطات وضعها اللاعب، النادي الأهلي استجاب ليها بشكل معين. كان في مرونة من النادي الأهلي في التفاوض، كان في احترافية. بدأ النادي الأهلي لما يشعر بشكل مختلف من الجانب الآخر وهو حقه، ولكن حق النادي الأهلي في أن يفضل الجمهور عارف التطورات. وأعتقد بعض الوقت كان بيحاول النادي الأهلي الحفاظ على اللاعبين وهو يفعل ذلك دائما، ولكن كان بيبقى فيه مبالغة في فكرة ان انت تيجي على نفسك وما تعلنش كل الكواليس عشان خاطر تحافظ على اللاعب. لا، انت ممكن تحافظ على اللاعب ومش شرط تعلن كواليس تفصيل، لان الكواليس بتاعه المفاوضات احمد ما خرجتش بشكل واضح من النادي الاهلي، ولكن خرج التدرج بتاع ازاي انا حاولت احافظ على اللاعب وازاي قدمت اعلى حاجه طلبها اللاعب، واللاعب قرر قرار اخر من حقه يحدد مصيره. وده كمان يا فارس في احترام للاعب برضه، لان احمد فتحي اكيد تاريخ كبير، حتى لو هو له اتجاه او متواجد في النادي الاهلي كمحترف، فهو في النهايه النادي الاهلي تعامل معاه زي ما انت قلت بشكل احترافي. اذا كنت انت كلاعب محترف فانا بالتالي نادي محترف، وانا نادي مسؤول امام جماهيري. هي دي يا احمد. وانا ما لو قدرت خلاص وليا سقف للتعاقدات وليا الكلام وكان يتلائم معاك وصلت وصلنا ده، وده اللي هنستعرضه بعد كده. لكن في النهايه انت خدت اتجاه مختلف، فالنادي هو مسؤول امام جماهيره ان هو كان بيحاول يحافظ على اللعيب بقيمه الكابتن احمد فتحي، ولكن الكابتن احمد فتحي اختار طريق اخر وخطاب العقل، فبالتالي النادي الاهلي قادر على تعويض الكابتن احمد فتحي، سواء بقى التعويض ده يكون بتعاقدات خارجيه، سواء لاعب اجنبي وفي اسماء مطروحه بالتاكيد، او لاعب عربي او لاعب محلي، او حتى تعويض فني من داخل الملعب، وعندنا اسماء كتيره ولاعيبه كتيره تقدر تلعب المركز ده، سواء الكابتن حسين الشحات او الكابتن كريم نيدفيد مع محمد هاني. فالامور ان شاء الله في النادي الاهلي زي ما قلنا بخير، لكن واضح جدا النادي الاهلي مع الكابتن احمد فتحي اللي كان يبدو ان نادر شوقي كان شايف ان الامر ما كانش بنفس الوضوح ده. نشوف فيديو الكابتن نادر شوقي وهو بيتكلم عن قضيه تعاقد او عدم تجديد احمد فتحي للنادي الاهلي. هل الكابتن احمد فتحي لم يصارح الكابتن نادر شوقي وقال لك والله يا كابتن نادر انا عندي بيراميدز وعندي زمالك وعندي محله وعندي كذا كذا عندي؟ لا 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 صارح، لا صارح 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 صارحك، قال لك انا عندي كذا وعندي كذا. طيب ليه ليه هنا المفاوضات استمرت مع النادي الاهلي طالما ان هناك مصارحه بان هناك عروض اخرى؟ ده السؤال اللي الناس بتساله. لان تاني كان في اتفاق ان المبلغ في النادي الاهلي يوصل لرقم، فبالتالي ما فيش عروض ثانيه هنتكلم فيها. كويس، والا كنا ما حصلناش في مصر بس، ما انت ممكن تبقى ما شغلتش ان انا اجيب عروض. فاهم قصدي؟ انا قبل كده عملت كذا حاجه، لكن النهارده انت الدايركشن بتاعك انا رايح الطريق ده. الطريق ده انا جبت خلاص اللي انت عايزه فيه، كويس؟ فبالتالي لا، حصل بقى بعد ما جبنا ده لا حصل تراجع، فالتراجع وبعد كده ما حصلش تراجع قبليها بيوم، ده حصل تراجع في القعده نفسها. اعتقد كلام واضح جدا، كابتن احمد فتحي كان في هدف معين عايز يوصل له في التفاوض مع النادي الاهلي، قدر نادر شوقي ان هو يوصل للهدف ده. الكابتن احمد فتحي حصل عنده تراجع لاسباب ما تخص الكابتن احمد فتحي طبعا هو حر فيها، ولكن في النهايه النادي الاهلي له سقف في التعاقدات. ميز الكابتن احمد فتحي كفاءه اولى طبيعي، وقدر حجم بطولات وتاريخ وجهد الكابتن احمد فتحي مع النادي الاهلي، لكن في النهايه الكابتن احمد فتحي له طريق تاني مختلف. حتى الخلاف اللي حصل بينه وبين نادر شوقي ده لا يعنينا في شيء، ما يعنينا ان النادي الاهلي حاول قدر الامكان يحافظ على اللاعب في حدود السياسه اللي وضعها النادي الاهلي في التعاقدات والتجديدات، ولكن الامر ما وصلش للاتفاق
وبالتالي احترام الكابتن احمد فتحي، الاهلي مكمل في طريقه ونقطه ومن اول السطر ونقلب الصفحه، واكيد هنبدا صفحه جديده ان شاء الله تكون برضو انتصارات وبطولات. صفحات النادي الاهلي لن تتوقف عند لاعب، وزي ما قال كابتن ثابت البطل، وزي ما بنردد دايما النادي الاهلي خيره على اي حد. وكابتن ثابت لما قال اي حد اتكلم عن مجلس اداره، عن لاعبين، عن اي حد. النادي الاهلي هيفضل هو فعلا فعلا القيمه الثابته اكتر من اي لاعب. قيمتك وانت داخل النادي الاهلي في قلوب جماهير النادي الاهلي. إذا كان لك قرار آخر يحترم تاريخك مع النادي الأهلي. وشفنا على الحلقة اللي فاتت يا أحمد إزاي كابتن حسام وكابتن إبراهيم حسن كانوا على مدار معانا في دوري 85 و96 بالظبط، ولكن فيما بعد النادي يقيم المواقف والجمهور يقيم المواقف والتاريخ لا ينسى.